السلام عليكم أعزائي الطلبة، وصلنا وإياكم للسيشن العاشر من Health and Disease in Population. It is talking about reviewing the evidence، مراجعة الدليل. Lecture objectives: You should be able to first explain the role of evidence in clinical practice. Second, define a systematic review. Explain the purpose of systematic reviews. Interpret a forest plot. And fifth, list common difficulties in systematic reviews. معناها احنا مطلوب من عندنا نشرح دور الدليل في التطبيق السريري، نعرف السيستماتيك ريفيو، نعرف او نشرح الغرض من السيستماتيك ريفيو اللي نستخدمه، و كيف نعلق او نشرح ونعلق حول الفورست بلوت اللي هو رسم الغابة على شكل غابة، ونستعرض اكثر الصعوبات اللي تواجه تطبيق السيستماتيك ريفيوز. Evidence based healthcare. Healthcare services and intervention should be based on the best available evidence. أي خدمة صحية أو رعاية طبية أو تداخل سواء جراحي أو باطني أو وقائي لازم يعتمد على الإيفيدنس. منين يجي هذا الإيفيدنس؟ من استنتاجات مجموعة من الريسيرش أو الدراسات المعمولة بعمق. شنو نستفاد من نستخدم الـ evidence based and clinical practice؟ أول شيء to provide the most effective care that is available، حتى نوفر أحسن رعاية موجودة، with improving patient outcome، ونحسن النتائج المريض، نتائج المرضى. Second, to ensure that limited health resources are used wisely. حتى نتأكد أو نضمن بأن مصادر الرعاية أو مصادر الصحة المحدودة لازم نستخدمها بحكمة، مو أذب فلوسي أو أذب مصادري كلها على فد شيء يجوز يفيدني ويجوز ما يفيدني. Third, to make decisions، حتى نتخذ قرار حول ماذا؟ First, safety، whether harms or benefit to the patient، من أريد استخدم له علاج أو فد وقاية معينة، هل راح تفيده لو راح تضره؟ Second, funding health services، cost effectiveness، يعني حتى أشوف التمويل الخدمات الرعاية، هل راح يكون هو cost effective؟ هل يكون من ناحية الكلفة هو مفيد كفوء جدا لو غير كفوء؟ Systematic reviews. A systematic review is an extremely reliable source of evidence، يعني هو مصدر للأدلة معتمدة نقدر نعيدها reproducible. Key aspects are that it is explicit، واضح وظاهر، و transparent شفاف، and reproducible نقدر نستخدمه مرتين وثلاثة وعشرة. هذا المخطط يبين لنا how are reviews related. نشوف reviews، احنا منين نجيب الريفيوز؟ احنا قبلها اي اذا شفتوا تذكرون اخذنا individual studies مثل case control، cohort، randomized controlled trials، هذه كلها يسموها individual studies. هذه اذا نجمعها كل واحد، يعني مثلا انا اسوي بحث حول COVID-19، وغيري يسوي بحث حول كوفيد 19، وغيري في العراق او في الاردن او في الكويت او في امريكا، هذه كلها اذا منشوره نجمعها
نجمعها هذه الـ individual studies، نجمعها ونسوي لها all reviews literature review، نشوف الكتابة مالتها، طريقة الصياغة مالتها، الديزاين، البروتوكول اللي استخدمناه، شونه البيشنت او السايز اللي استخدمناه الى اخره من المعطيات اللي تذكرون اخذناها بالسيشنات السابقة. بعدها نشوف systematic reviews، هاز specific criteria. systematic reviews هو موضوعنا. من systematic reviews نقدر مرات نسوي meta analysis. اذا مو كل systematic review هو meta analysis، لا، يعني جزء من عنده. The purpose of systematic review: first, to facilitate the synthesis of large number of study results that are shared with the same objectives. معناها احنا راح نساعد في صنع كمية كبيرة او عدد كبير من نتائج الدراسات التي تتشارك بنفس الobjectives، نفس الاهداف. والنقطة الثانية: to systematically collate study results، حتى نجمع الدراسات او نتائج الدراسات systematically بطريقة نظامية. Third, to reduce problems of interpretation due to variation in sampling، حتى نقلل المشاكل اللي تحدث أثناء التعليق حول تعليق بسبب الاختلاف في sampling، في أخذ العينة في الدراسات. systematic reviews and meta analysis. هسه مثل ما تشوفون هذا المخطط كأنما تصوروها كأنما بيضة، البياض البيضة هو systematic review والصفار هو meta analysis، فالجزء صغير تابع لل systematic review. كل meta analysis هو systematic review، لكن العكس ليس صحيح. Meta-analysis is a quantitative pooling of results of individual study. راح هو تجمع عددي لنتائج الدراسات الفردية. A systematic review will not necessarily include a meta-analysis if, for example, clinical heterogeneity is too great. قلنا مو كل systematic review راح يصير meta analysis، شو وقت ما تصير اذا كان اكو اختلافات سريرية كبيرة ملحوظة في النتائج في الدراسات. نشرح الفورست بلوت، وهو رسم تخطيطي توضيحي او يسموه تصميم الغابة. هذا هو جزء من meta analysis، سوينا quantitative pooling of results of individual study results. هذا مثال، هنا مجمعنا سبع دراسات حول العلاقة ما بين استخدام الأسبرين والمايوكارديال انفاركشن والذبحة القلبية، هل يفيد استخدام الأسبرين لو ما يفيد. طبعا ليش سموه forest plot شكل الغابة؟ لأن هذه إذا تشوفون هذه الخطوط العرضانية الأفقية، إذا إحنا نقلب التصميم بالطول راح تبين لنا كأنما أعواد طويلة لجذوع الأشجار في الغابة، فلهذا يسموها forest plot. هذه فيها سبع دراسات مثلاً او اكثر او اقل الى اخره حسب المراجعة. نقعد بالبداية نشوف نسوي لها literature review، نشوف شلون صمم كل individual study، شلون طريقة استخدامها، شلون الديزاين، شلون البروتوكول، البارتيسيبنت شنو نوعهم، نشوف كانت اكو association لو لا، inclusion والexclusion criteria، هذه كلها نراجعها. اذا تذكرون 22 نقطة اللي اخذناها مع critical appraisal study،
for each article or each study لازم نراجعها ونجمعها، والملخص كله نحطه بالخلاط ونضربه وناخذ العصارة وناخذ العصير ونشوف الحصيلة شنو راح تكون، اكو فد significant association، اكو فد evidence or not. مثلا هنا أنا قلنا 7 دراسات، كل سكوير كل مربع يمثل لنا relative risk. هنا أنا بما انها هي case control studies فالمستخدم لنا relative risk هو odds ratio، وهذه الطويلة هذه الأفقية الخط الأفقي يمثل لنا confidence interval of each study. فهنا أنا مثلا الدراسة الأولى كانت odds ratio 1.39% والconfidence interval مالته هو 94 إلى 2.5%، والدراسة الثانية وهذا المربع هو الأودز ريشيو والخط الأفقي هو الكونفيدنس انترفل. طبعا حجم المربع يعتمد على الويت اوف ذا ستدي، كل دراسة لها ويت سترينث، هل الدراسة مالتي قوية لو لا، هل هي موزونة لو لا. شلون راح اعرف الموزونة لو لا؟ من خلال الايرور فاكتور، هل هو برود، هل هو الايرور فاكتور كان يكون قليل، لو كبير، ديجري اوف بريسيجن او الدقة في اخذ الدراسة، ويعتمد على السامبل سايز هل كان كبير لو قليل. طبعا كل ما السامبل سايز كبير راح يقل لنا الايرور فاكتور، وبالتالي راح يزيد عندنا البرسيجن الدقة، ويزيد عندنا الويت، ويزيد عندنا strength of the study. فكل مربع يمثل لي هو الويت of study. هنا الويت of study 2.8. الدراسة الثانية كانت الأوز ريشيو مالتها 1.47. هسه نلاحظ أغلبهم الأوز ريشيو هما الستة من عندهم الأودز ريشيو مالتها يكون على يمين الواحد. هذا الواحد شو يمثل لنا؟ الواحد يمثل لنا نو افكت، او يمثل لنا نو ديفرنس، نو اسوشيشن، راح يمثل لنا نو اسوشيشن. تذكرون احنا سبق وان قلنا بان كوفيدس انترفل اذا يفوت بالواحد معناها احتمال هذه الاسوشيشن is by chance، فلهذا الأودز ريشيو كل ما يكون بعيد عن الواحد كل ما strength of association يكون اكبر. اغلبهم كانوا هم على يمين الواحد، على يمين no difference او no association، ما عدا الدراسة السادسة اذا تشوفوها صايرة على اليسار، على اليسار، وكان الأودز ريشيو مالتها 0.88 والكونفيدنس انترفل 73 إلى 1.7، والويت اوف ستدي هو 11.4. أكبر دراسة وإلها حجمها وإلها قوتها وإلها وزنها، تقريبا نقول تغير كل معايير الفورست بلوت، هو كانت الدراسة السابعة اللي كان الأودز ريشيو مالتها 1.12 والكونفيدنس انترفل إذا تشوفوه قليل 1.4 إلى 1.21، وما يمر بالواحد. الكونفيدنس انترفل مالته ما يمر بالواحد، وإذا تشوفون الويت أو strength of the study كلش كبير 72.9. فلهذا overall أو pooled odds ratio كان أيضا لليمين، وهو أطى دراسة أطى قوة للفورست بلوت مالتي. المعين هنا يمثل لي overall أو pooled
odds ratio وحجمة أو عرضة يمثل الـ confidence interval of pooled odds ratio. إذا نشوفه الـ overall كان 1.11 و confidence interval 1.4% إلى 1.19. هذا الرقم المنقط، هذا اللاين المنقط هو center of الرمب، center of المعين، ويمثل لي ال odds ratio pooled odds ratio. وبالتالي ما دام ال pooled odds ratio كانت للجهة اليمين معناها اكو strong association، معناها اكو evidence استدل عندي بهذه الدراسة. هذه هنا حتى اوضح لكم شلون احنا من نحول هذا المخطط ندوره، راح يبين كأنما اعواد طولانية وكأنها جذوع الاشجار. هذا مثل ما حكينا شرحناها. In first plot interpretation راح نقول، راح نقول 6 out of the 7 randomized clinical trial or case control studies or cohort studies, whatever the individual studies used in meta-analysis, had relative risk more than one, indicating greater relative risk. Only one study, the largest one, had a statistical significant result, but its relative risk was less than the other studies with the relative risk more than one. Pooled estimate relative risk is 1.11. Confidence interval is 1.404 to 1.19. In systematic review problems, there is heterogeneity between studies. شنو heterogeneity؟ يعني اكو اختلاف ما بين الدراسات، وهذه غالبا ما تحدث. هذا اكثر المشاكل شيوعا في الميتا اناليسيس او السيستماتيك ريفيو. راح نشوف مو كل الدراسات متشابهة من حيث الستدي ديزاين او البارتيسيبنت بروفايل او التريتمنت او الاكسبوجر المستخدم، راح تكون اكو اختلافات بيناتهم، او مرات الاوتكم ميجرد مختلفة ما بين الدراسات، ومرات statistical analysis used ايضا تكون مختلفة ما بين الدراسات اللي نريد نجمعها. Second variable quality of the studies. شنو يعني variable quality of studies؟ اختلاف في الكواليتي، نوعية او جودة الدراسات اللي استخدمها. مثل ما قلنا اكو ecological study، اكو individual studies اللي هو سواء case control او cohort او randomized clinical trial. طبعا مثل ما تعرفون randomized controlled trials هو الافضل، يجي بعدها النون راندمايزد كنترولد ترايل، بعدها الكوهورت ستديز، وبالنهاية كيس كنترول ستديز هو الأقل برون تو باياس، أقل مشاكل من ناحية الانحراف أو الكونفاوندينج فاكتور. هذه كلها تدخل في الكواليتي اوف ستديز. ايضا هناك احتمال اختلافات بالبور ستدي ديزاين، الكواليتي مختلفة من حيث الستدي ديزاين، تصميم الدراسة يكون فقير، او هناك مثلا بور
ديزاين بروتوكول، البروتوكول اللي استخدمه في تصميم الدراسة يكون مو زين، أو بور بروتوكول امبلمنتيشن أثناء التنفيذ للبروتوكول راح تكون عندي مشاكل أو التنفيذ غير سليم وغير صحيح. النوع الثالث publication bias and selection of studies. publication bias يعني انحراف في النشر من ناحية النشر في وفي اختيار الدراسات. هذه من يا ناحية، مثل ما تعرفون مثلا أنا سويت دراسة وطلعت لي نتائج بالنهاية، مرات أكو الدراسة اللي تطلع بالنهاية مو نفس اللي أنا رغبته، أو يطلع not significant statistical association، فبالنتيجة ما راح أنشر الشغلة اللي ما رغبتها، وما راح أنشر الدراسة اللي ما بيها statistical significance. أغلب العلماء أو أغلب الباحثين راح ينشرون فقط اللي بيها يعني تجلب النظر، أو اللي بيها statistical significance، أو الدراسات المرموقة واللي عليها أضواء يحبون ينشروها، والبقية اللي بيها حزازيات راح تسوي أو ما بيها فد شي يجذب النظر ما ينشروها. فبالتالي أنا من أجي أريد أسوي ميتا أناليسيس أو أسوي سيستماتيك ريفيو، منين راح أدور دراسات؟ أدور فقط المنشورة. المنشورة إذا هي مو كل الواقع أو كل الدراسات الحقيقية اللي عملت في العالم نشرت، بعضها ينشر عليها التراب، فلهذا راح أجمع فقط الدراسات المنشورة واللي احتمال هي منحازة لفد نتائج إيجابية فقط، أو منحازة لفد شيء غرض معين فقط. In summary راح نشوف هذا البيراميد راح يمثل لي حتى انا اوصل بالليفل اوف ايفيدنس، حتى احقق الدليل في اي موضوع صحي او غير صحي. خلينا نقول مثلا هسه احنا نحكي عن الفاكسينيشن اوف كورونا. الفاكسين فات بعده خطوات. بالبدايه سويناه على الانيمال اند لابوراتوري ستاديز، جربناه على الحيوانات. This is not involved in human. جربناه على الحيوانات هذا وبالمختبرات. الخطوة الأخرى وأيضا هذه ما بها no design، ما بها أي تصميم، اللي هو case report or case series، يسموها narrative reviews, expert opinion أو editorial. هذه بدون تصميم، يعني واحد يجمع تقارير منها أو عدة حالات وحط طلعت أو طرأت بالفت فكرة معينة. هاي وصلنا هنا للليفل الخامس من تحقيق الإفيدنس، من تحقيق الدليل، حتى نوصل للخطوة الرابعة. طبعا هاي وصلنا للخطوة الرابعة حتى نوصل للثالثة اللي هي من خلال بدينا هسه بالبرايمري ستاديز، بدينا نسوي ديزاين، ستادي ديزاين مثل كيس كنترول احنا نسميها اناليتيكال ستاديز او نسميها انديفيدوال ستاديز. كيس كنترول اللي هي ريتروسبكتيف سبجكتس هاف ذا اوتكم اوف انترست لوكينج فور ذا ريسك فاكتور، يدور على الاكسبوجر. والخطوة هذه الثالثة والثانية هو الكوهورت، الكوهورت ستدي اللي هو بروسبكتيف كوهورت هاز بين اكسبوزد تو ريسك اوبزرف فور اوتكم، ابدي من الاكسبوجر والنون اكسبوجر وامشي اسوي له فولو اب لحد ما انتظر الاوتكم يظهر. هذول الاثنين هم يسموهم نون اكسبيرمنتال اوبزرفيشنال ستديز. نبدي وراها نسوي الاكسبيرمنتيشن، اكسبيرمنت اللي هو randomized control trial، prospective test treatment أو test prevention or whatever
the experiment. هذه يسموها experimental. هذه كلها primary individual studies. وصلنا يا level الثاني. حتى أوصل للليفل الأول من تحقيق الإيفيدنس لازم أسوي السيستماتيك ريفيو وأسوي الميتا أناليسيز حتى أطلع بالنتيجة إلى قمة الهرم وهو كلينيكال براكتس جايدلاين. هذه الميتا أناليسيز والسيستماتيك ريفيو يسموها سكندري ستاديز بري أبريزل أور فلترد ستاديز. وشكرا جزيلا. شكرا وإن شاء الله فهمتوا ويانا هذا الموضوع. السلام عليكم. Welcome to our module Health and Disease in Population. Today we reached the last session number 11 from Research to Practice. حنرى لكم صورتنا لان احنا للاسف ما التقينا بيكم. نبتدئ من اليسار، دكتور حسام، دكتورة جهود، دكتورة رجاء، دكتورة هدى، دكتورة ندى محدثتكم، دكتور زياد، واخيرا دكتورة ريا. In our lecture today we have three learning objectives. Number one, understand how epidemiological evidence contribute to clinical practice. يعني بالهدف الأول راح نفهم كيف أن الدلائل الوبائية سيكون لها دور في الممارسة الطبية. بالهدف الثاني أيضا راح نفهم دور الدلائل الوبائية مع معلومات الصحية للسكان في تحديد السياسات الصحية. وأخيرا في الهدف الثالث راح نعمل تقييم هل هذه الدلائل كافية للعمل عليها أم لا؟ نبتدأ بالهدف الأول. كل مشكلة عندنا لازم نبدي نحدد أو نسأل ما هي المشكلة. What is the problem? So we will investigate and do surveillance حتى نقدر نحدد المشكلة الموجودة عندنا حتى نقدر نبدي الخطوات البقية. بعد ما حددنا المشكلة وعرفناها راح ننتقل للخطوة اللي بعدها. إنه لازم نعرف سبب هذه المشكلة. What is the cause؟ شلون راح نعرف السبب؟ عن طريق تحديد عوامل الخطورة Risk Factor Identification. بعد ما عرفنا مشكلتنا وحددنا عوامل الخطورة بها وأسبابها نحتاج إنه ننتقل إلى التداخلات والتقييم إنه نشوف شلون راح نعمل شلون راح نغير. So what's work؟ بالأخير راح نوصل إلى خطوة التطبيق Implementation. How do you do it؟ شلون راح نطبق الخطوات المرجوة؟ فمثل ما تشوفون احنا نبدي مشكلة ونستمر الخطوات الى ان نصل. الابيديمولوجي من ترتبط بالكلينيكال براكتس يعني من يرتبط علم الوبائيات بالممارسة الصحية راح يعطينا ما يسمى بالكلينيكال ابيديمولوجي. من يرتبط السيستماتيك ريفيو مع الدلائل الإيفيدنس راح يعطينا الإيفيدنس بيز ميديسين هو موضوعنا الطب المرتبط بالدلائل. فنحتاج نعرف ماذا يعني الإيفيدنس بيز ميديسين. It is the integration of best research evidence with clinical practice and patient values. يعني هو توحيد ثلاث أشياء. أول شيء الدلائل البحثية مع الممارسة الطبية وقيم المريض. هنا نشوف مخطط نفس الشيء وضح لنا التعريف وشوفون شلون هو بثلاث مقومات متحدة. بالهدف الثاني راح نبدي نسأل سؤال Why does evidence-based medicine matter to us؟ ليش هي مهمة بالنسبة لنا؟ أول راح نشوف إنه هي ابتدت بال 1992. It is a new approach to teaching medicine. شافوه انه طريقة جديدة وجيدة جدا لتعليم الطب. شافوا انه بيها بتقديم جودة افضل للخدمات الطبية better quality of health services. دخلت مجالات كثيرة، دخلت علم الاخلاقيات الطبية بالعلاج النفسي بالعلاج المهني so on. اتفقنا احنا ما راح نبدي بالبداية راح نبدي بسؤال راح نسأل ما هي المشكلة، المشكلة عندنا شنو، من بعدها راح ننتقل الى باقي الخطوات. ف to start with we will ask
What is the health problem? Step 1, we need to data collection. رح نبدي نجمع البيانات. ليش نجمع البيانات؟ حتى نقدر نشوف حجم المشكلة الموجودة عندنا. وحنا تعلمنا شلون نحسب حجم المشكلة. So we quantify the issue by knowing the extent of the problem, by measuring prevalence of the problem and so on. بعد ما حددنا حجم مشكلتنا رح ننتقل إلى الخطوة الثانية. Step 2, track down the best evidence. شلون راح نحصل على افضل الدلائل؟ عن طريق مراجعه systematic review and meta analysis مثل ما شرحنا لكم in session 10. In step 3 we will integrate with clinical practice by develop a problem statement and question. راح نبدي نحط هسه السؤال مالتنا بالنسبه للمشكله المطروحه. ورا ما كملنا هذه الخطوات الثلاثه سننتقل للخطوه الرابعه وهي الاخيره وهي التقييم. step 4 evaluate. احنا لازم نطبق اي بروجرام نحتاج ان نقيمه حتى نشوف حقق اهدافه او ما حققها. واحتمال احنا نحط اكثر من برنامج للتطبيق، فلازم نحدد انه الخطوات هل كانت صحيحه، هل وصلنا للنتائج المرجوه. so we'll develop prioritize program option and action. من محتمل انه تكون عندنا اكثر من خطوه، فلازم نخلي اولويات. يا برنامج راح يطبق بالبدايه، كيف يطبق، متى يطبق، من سيقوم بتطبيقه، وهكذا. بالاسفل راح تشوفون هذا مختصر بسيط. ايضا الخطوات انه نبدي ask then acquire search then appraise and finally act. من راح يقوم بتقييم البرنامج؟ evaluate the program. Maybe by self-evaluation, external audit, or stakeholder. يعني أما الأشخاص نفسهم طبقوا البرنامج هم راح يقيمون، أو أشخاص آخرين ما كانوا مشمولين بتطبيق البرنامج، أو أشخاص هم أصحاب مصلحة في تطبيق هذا البرنامج راح يساعدونا بالتقييم. هذا مخطط يوضح لنا أيضاً when to act on the evidence. We will start from formulating your clinical question, then searching for evidence, after that appraising evidence, then applying evidence to practice, so we reach to evaluate evidence use. الهدف الثالث مثل ما قلنا بالبداية انه راح نشوف هل هذه الدلائل كافية للعمل عليها او لا. So we check and recheck. راح نبحث نشوف is there any bias، يعني الانحياز راح يكون عندنا احتمال يكون انحياز بالاختيار، انحياز بالمعلومات تحت الدراسه. بعدها راح نشوف is there any confounding factor associated with both exposure. راح نشوف اذا اكو اي random variation هو by chance، وهذا راح نحدده عن طريق b value and 95% confidence interval. واخيرا is there any systematic variation. هاي كلها النقاط لازم نرجع نسوي تشيك اند ريتشيك حتى نشوف هل هي الدلائل كافيه او لا. So the decision whether to implement research evidence، القرار هل راح نطبق هذه الدلائل البحثيه او لا على ماذا يعتمد. Number 1 quality of research، راح نشوف جودة البحث وهذا راح تحدده systematic variation. بعدها degree of uncertainty of findings random variation. Then number 3 relevance to the clinical setting applicability، يعني احنا لازم نشوف هل هذه المعلومات او هل هذه البحوث من الممكن تطبيقها عندنا لو بس هي مجرد تجارب، اكيد لازم تكون applicable حتى نقدر نعتمد عليها. Number 4 benefits to the patient must be more than the clinical harm or side effects، يعني احنا لازم نضمن انه الفائده اللي راح نقدمها للمريض اكثر من العوارض الجانبيه او الخطر، ولا ماكو فائده بتطبيق هذا البرنامج. And finally number 5 overall benefit justify the cost، يعني لازم الفائده الكليه تستحق ما صرف عليها من تكاليف. هاي النقاط الخمسه راح تحدد لنا يمتى نعتمد على الدلائل او لا. Thank you so much. شكرا جزيلا لكم. بهذا نكون خلصنا متطلبات موديولنا Health and Disease in Population. Thank you.